هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حظة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، بعد أن تحدثنا عن التقوى التي هي الهدف الرئيسي الأول الذي نصوم من أجل تحقيقه، نمر إلى الهدف الثاني وهو تزكية النفس. النفس، وما أدراك ما النفس، التي قسمها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى العديد من المراتب. النفس، نفس الإنسان يولد بها على الفطرة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قالش يؤسلمانه. لماذا؟ لأنه يولد مسلما على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. فالإسلام هو دين الفطرة. شكون اللي بدل الفطرة هذه ذات اليمين أو ذات الشمال؟ العائلة. النفس البشرية زاكية من عند الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن سيدنا موسى عليه السلام عندما صاحب الخضر ولقي ذلك الغلام، إش قال ربي؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، يعني غلام دون البلوغ. فاعتبره الله سبحانه وتعالى نفسا زاكية. النفس في الأصل زاكية. من الذي يبعدها عن هذه الزكاة، عن هذا الطهر؟ الإنسان. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. نفس ملهمة، فجور وتقوى. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فالذي يبقيها على زكاتها وطهرها هو الإنسان بإلهام من الله سبحانه وتعالى، والذي يدسيها ويبعدها عن زكاتها وطهرها هو الإنسان ببعده عن الطريق السوي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت النفس خبيثة
صارت نفسا أمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء ربي قال عليها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة صيغة مبالغة، يعني كثيرة الأمر، لا تأمر صاحبها إلا بالسوء ولا توبقه إلا في الشرور. ولذلك إش قال الإمام البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كذلك، إذا تركت حبلها على غريبها بلغت بك إلى المهالك، وإذا كبحت جماحها رقيتها إلى المستوى الموالي من النفس، وهي النفس اللوامة. النفس اللوامة كذلك هي كثيرة اللوم، تلومك على فعل الشر، ليست كالضمير تلومك بعد أن تفعل الفعل، بل هي تلومك قبل أن تقدم على الفعل. تقول لك احذر، فإنك مؤمن وإنك ستقابل الله سبحانه وتعالى بعد قليل في صلاة كذا أو صلاة كذا، فترعوي عن ذلك الفعل. ولذلك لا غرابة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والله سبحانه وتعالى لا يقسم بمخلوق من مخلوقاته إلا ليبين لنا ما لهذا المخلوق من عظمة ودور في حياة الإنسان العامة والخاصة. وإلى فاصل قصير ونعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. رد بالك، مش تقول لنفسي راهي طلعت للمستوى الثاني وهو النفس اللوامة، أن نفس الأمارة بالسوء ماتت. لا، راهي نزلت السلاح وتستنى فيك تغفل حتى تعود لتأمرك بالسوء. فعليك أن تحافظ على تزكية نفسك، خاصة في هذا الشهر العظيم. علاش يا إخواني؟ على الخاطر في الشهر العظيم الشريك امتاع النفس اللي هو الشيطان لا يعمل، مصفر، عنده كونجي أنيال، ما يخدمش في شهر رمضان. لذلك يجب عليك أن تغتنم هذه الفرصة وتهتم بنفسك. الإمام البوصيري مرة أخرى يقول لنا: وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وأنهما محضاك النصحة فاتهمي. الشيطان طبعا مش موجود، اهتم بنفسك، زكيها، اطلع بيها للدرجة الموالية. شنو الدرجة الموالية؟ درجة النفس المطمئنة. وما أدراك النفس المطمئنة؟ ربي سبحانه وتعالى يخاطبها في القرآن الكريم ويقول لها: يا أيتها النفس المطمئنة. شكون يخاطب فيها؟ المولى سبحانه وتعالى. وما أدراك يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. درجة قصوى من التزكية تصل بالنفس إلى درجة
أن تكون راضية مرضية. ولذلك عندما نقرأ آيات الصوم في سورة البقرة نرى الله سبحانه وتعالى يحدثنا في أولها وفي آخرها عن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم في آخره يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبين هالجزئين هذوما من الحديث عن الصوم هناك آية: الذي لا يعرف القرآن ولا يعرف أسلوب القرآن يقول كأنها ليست داخلة في موضوع هذه الآيات وهو الصوم. شيء الآية دي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني أن نفسك صعدت وارتقت وتزكت حتى صارت قاب قوسين أو أدنى من ربها تعالى، حتى إذا قلت يا رب قالك الله سبحانه وتعالى: نعم يا عبدي. ولذلك من الدعوات المستجابة التي ليس بينها وبين الله حجاب دعوة الصائم حين يفطر. وهيك علاش عنك عندما نفطر عند المغرب مش نقوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، يا واسع المغفرة اغفر لي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وادعي، ادعي لنفسك وللمسلمين ولصغارك ولزوجتك ولزوجك والبوك وامك، ادعي لبوك وامك ما تنساهمش، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الدعاء لوالديه قطر الله عليه في رزقه. علاش؟ ادعي لهم، وخاصة في هذه الفترة. نفسك ترقت، باش ترقت؟ بأنك جعلتها تترفع عن المادة، بدلت لها العدم تاعها، دخلت لها شيء بدلها وغيرها وأعلاها عن العادة. كنت تفطر وتاكل 3 مرات وليت تاكل مرتين فقط، سحور فيه بركة وعشاء فقط. ولذلك يجب أن نفهم هذا، لماذا هذا التغيير، حتى نجعل من هذه النفس الأمارة بالسوء تتغذى وتتقوى بالطعام، فعليك أن تضيق مجاريها بالصوم. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر شباب الإسلام بالزواج وحرضهم على الزواج ماذا قال لهم؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية. الصوم وقاية. ولذلك عليك أن تقلل من الأكل بالصوم حتى تخف وطأة الشهوة، تترقى نفسك، تسكو، تنمو، ترتفع إلى أن تصل إلى أعلى عليين، وهذا ملموس. لماذا؟ لأن الإنسان يرى أن دعوته وهو صائم مستجابة على الفور بإذن الله سبحانه وتعالى. علينا أيها الإخوة الكرام أن نغتنم فرصة رمضان، وأن نريح أبداننا، أن نريح معدتنا. في الحكمة: المعدة
بيت الداء، والحمية رأس الدواء. الحمية هي نظام في الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. يعني ما تكثرش من الماكلة، ما تكثرش من الماكلة. بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، يعني يخليه معنى يخدم، يجم يتعبد. فإن كان لابد، يعني كان لابد مش يأكل، فثلث لطعامه وثلث لمائه وثلث لنفسه ثلث لهوائه. اش قال السيد؟ قال: انا مش نضربها قد قد، مش نشبع كما نحبانا، ها، والماء ما هو يزلق زلقان، والهواء طلع والجر اللي طلع. تو هذا حديثه، تو هذا كلام هذا يعني. اسمع سيدنا علي بن ابي طالب اش قال. قال لنا: لا تقعد الى الطعام الا وانت تشتهيه، وقم عنه وانت تشتهيه، واعرض نفسك على الخلاء قبل النوم. رضي الله عنك يا سيدي يا امير المؤمنين. يعني ما تقعد تاكل الا وانت تشتهي الماكله، يعني ما تلحقش طعام على طعام، وقوم على الماكله وانت ما زلت تشتهيها. وقبل ما ترقد نظف امورك، ادخل بيت الراحه، ارتاح حتى تبيت وانت على اكمل وجه باذن الله. واسمعوا للحكمه اش تقول. تقول: من كثر اكله كثر لحمه، ومن كثر لحمه كثر نومه، ومن كثر نومه قسى قلبه، ومن قسى قلبه نسي ربه. نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن ننسى ربنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.